هتكون يعني بتلاحظوا هاي هون مثلا هاي نص هون 11 32 أقل من هيك، فهو يعني A أكبر من B، ولكن المينيمم شير ديامتر مش لازم يقل عن 3 inches. أوكي، طبعا السبب again إنه إذا صغير عن هيك بصير في عندي bending عالي على البلت، والبندنج هذا بيسبب أكيد bending stresses، والبندنج ستريسز هاي لأنه البلت هذا بتحرك وبروح وبيجي بصير فيها fluctuating، يعني يعني بيزيد وبنقص، وبالتالي it gives rise to fatigue. فإذا بده يصير له failure عادة إحنا بنعملها يعني بنقدرها بنسميه إيش؟ بنسميه هي number of passes، كم مرة أي نقطة على البلت بتروح على المينيموم شيف وبتلف يعني. اوكي، الهورس باور رينج عندي ما بين ربع هورس باور، شايفين هذا اصغر اشي، لا 10. طبعا هذا فور ون اور مور بيلز، يعني وارد جدا هون كمان اللي هو استعمالات البيلز. احيانا نجد الحياة العملية انه الموتور شافت عليه يعني مالتي جروف بولي سيستم او شيف. اللي بيحصل هون انه يعني اتس ا ماتر اوف ديزاين، انه انا ممكن استعمل ممكن بيلت، افرض عندي انا 5 هورس باور، بامكاني استعمل اني كومبينيشن من سايز اي، مثلا بيلت سكشن اي استعمل 2 3 اوكي من اي باور. هلا حنشوف بعدين في كمان تيبل لسه يحدد لك الهورس باور يعني مظبوط. اوكي، فبامكاني انا استعمل اكثر من 1 اور 2 اور 3 بيلتس مع بعض. هلا ايش الفلسفه behind using more belts؟ هون الفلسفه انه ممكن إذا انقطع واحد من البيلتس الاثنين التانيين ممكن يعني يقوموا بالمهمة، لأنه عادة نحن بناخد فاكتور اوف سيفتي. أوكي، فبالتالي بدل ما يعني خربط الوضع ويعني يعمل يعني شت داون للسيستم وإشي، وهذا لا ممكن هذا إنه يشتغل لغاية ما يجي موعد مثلا المينتننس اللي هي الدورية مثلا، وقتها ممكن أغير الثلاثة كلهم. أوكي، طبعا هذا ستاندرد بيلت، أوكي سعره مش عالي كتير، ولذلك يعني مستحسن إذا اشتغل اللي هو recommended number of passes عادة بني أغيرهم. أوكي، نفس الحكي موجود لسايز بي، طبعا هاي ليتل A هاي ليتل بي. هون عندي المينيموم شيف دايمتر كبرت، شايفين كل ما كبر البلت بكبر المينيموم شيف دايمتر، وبالتالي كمان الهورس باور رينج المينيموم يعني هو من 1 هورس باور، هذا الافيلبل كان يكون 1 هورس باور. فهون مثلا نفرض انه بدي استعمل انا فور 1 هورس باور، ممكن اخذ اللي هو السايز بي ويكون سنجل بيلت، ممكن اخذ سايز A ويكون مثلا 3 بيلتس او 2 بيلتس حسب اللي بختاره يعني. اوكي، فهي سمتر اوف تشويس هون الديزاينر ميكس يعني هذا. اوكي، بنشوف المينيموم شيف دايمتر كونتينيوز تو جرو مع ايش؟ مع السايزز الكبيره هاي السي والدي والاي، هاي مثلا تصير هون 9 انش 13 انش بعدين almost 21.6 inches. اوكي، والهورس باور رينج زي ما شفتوا هون مثلا السايز سي هذا يتراوح من 15 الى 100 هورس باور. اوكي، سايز دي بين 50 ل 250 هورس باور. سايز اي هذا هيوج يعني 100 هورس باور اند اب. كل شيء مثلا هون اقل مقطع فيه اللي هو بيعطي 100 هورس باور. طيب الان هون ستاندرد سايزز المصنعه
and inside circumference of standard V belts يعطيني إنه في عندي sizes مختلفة، يعني بيعتمد على السنتر ديستانس مثلا، يعني هون مثلا 26 إنش في 31 في 33 في 35 في 38 42 وهكذا. أوكي، لا السايز A بيعطيني لغاية 128، 128 إنش اللي هو هذا السايز A. سايز B، أوكي سايز B بيبدأ من 35 إنش، أوكي وبروح لها 300 إنشز، أنه واضح أنه بده يكون عندي سنتر ديستانس كمان بتكبر لما يعني يكبر اللي هو السكشن. سايز سي نفس الاشي، يبدأ من 51 انش وبنتي ب 420 انش. اوكي، هلا لو بدك تستعمل سايز سي وتلاقي مثلا 500 انش، هذا الحكي مش موجود. اوكي، فبضطر تروح لوين؟ للدي. الدي عندنا عندنا هذا الطول. طبعا إذا ما وجدت الطول نفسه المناسب للسنتر ديستانس you should use an idler pulley، تحط idler pulley بتطول المسار تبعه وبالتالي تحصل على نفس الانيشال تنشن بدك اياه. اوكي، لا سايز E again بيبدأ من 180 انش، شيء كبير يعني سايز E هذا، الى 660 انش، وضربت في 2.5 هاي بيطلع عنا يعني بالأمتار يعني. اوكي، فإذا هون أنا ما بستطيع يعني أطلب بلت إلا اللي موجود في هال في هال تيبل، لأنه هاي ستاندرد. اوكي، الآن هذا الطول هو الإنسايد سيركمفرنس زي ما حكينا. لازم إذا بدي أنا اللي هو البيتش كونفرنس لازم إيش أعمل؟ لازم أضيف عليه اللي هي الدلتا L. يعني هون بقول لك add the listed quantity اللي هي طبعا دلتا L to the inside circumference to obtain the pitch length in inches. يعني هون مثلا size A نضيف له 1.3 inches لأي رقم من هالأرقام هاي المختارها. Okay. فبيعطيني اللي هو pitch length. بعدين size B يصير 1.8، size C 2.9، size D 3.3، اوكي وsize 4 size E يصير 4.5. هذه كلها الكميات دلتا L. لاحظوا دلتا L هاي ثابتة for any يعني any inside circumference length، يعني سواء اخترت مثلا في حرف ال A هذا اخترت ابو 26 ولا 90 بدك تضيف نفس الرقم اللي هو 1.3 inches. اوكي طيب تمام، في اي اسئله هون؟ اوكي، الان كيف حطوا هاي الباور ريتنجز هاي؟ اوكي، basis for the power ratings of the V-belts اللي هي هتكون اسمها H tabulated tabulated power. اوكي، وهتكون هاي لسه في هنشوف اللي هو table 17-12. اوكي، فالاساس اللي انوضعت فيه هاي الارقام اللي هنشوفها اللي هو أول إشي الـ number of hours of service أخذوها حوالي 24,000 ساعة. okay. طبعاً هاي سواء كانت continuous operation ولا intermittent operation ما نجمعها 24,000 ساعة. بعدين الـ number of belt passes قديش هذا بده يعني البلت، اي نقطة على البلت بدها تروح وترجع على المينيموم شيف اور بولي 100 مليون باسز. اوكي، يعني 100 مليون هذول بيعملوا تست للبلت عليها. اوكي، بالانيشال تنشن اللي هو المناسب. اوكي، وبيمرروها 100 مليون بعدين 24,000 ساعة شغل، فبتطلع معانا اللي هي الـ H tabulated. تمام، الآن
the rating is for two equal diameter sheaves. يعني هم when they tested it بحطوا البلت هذا between two equal diameter sheaves. ليش عملوها هيك؟ لأنه هاي الأساس. يعني هلأ في الحياة العملية هذا بده يتغير، يعني ممكن يكون الريشيو بالسايز واحد لأربعة واحد لخمسة. okay. فلكن هم بيعملوها two equal diameter pulleys or sheaves. okay. بعدين moderate length، يعني طول معقول، ما مش محدد بالضبط بس هاي. وطبعا steady load. okay. steady load يعني steady load ليش؟ يعني لما حكينا انه اي section في البلت بمر على المينيموم شيل بولي، فبصير له بندنج مومنت يعني كبير. اوكي، وهو حيروح على اكيد على اللارجر بولي وبرضه يعني يلف، لكن ما بيلف بنفس يعني ما بولد البندنج ستريسز زي اللي هي المينيموم شيف او سمول شيف. اوكي، فلذلك يعني هاي ال 100 مليون باسز. اوكي، ات انفولفز انه يروح على المينيمم شيف واللي هي اللي هي اللارجر شيف. اوكي، فطبعا ستدي لود لانه ما بيلزمنا هون لحاله البندنج هو اللي بيعمل الفلكتويتنج ستريسز. اوكي، هلا لو كان في عندنا ديفيشنز فروم ذيس كونديشنز اللي هي سبق وحكينا عنها، الحالة هاي بنقول HA اللي هي يعني allowable power of belt بده يكون modified، نضربه في two factor K1 K2 في اللي هي H tabulated. اوكي، فH tabulated هاي هلا حنشوفها، نضربها بK1 وK2، هذول اللي هو واحدة بنسميها K1 is the angle of wrap correction factor، هاي لها table كمان تيبل 13، في K2 اللي هو belt length correction factor. يعني وجدوا أول إشي الأنجل أوف راب لها تأثير. أوكي، كمان البلت لينث كمان له تأثير. أوكي، وبالتالي هلأ أحيانا هذول ممكن يكونوا واحد يعني 1.0 زي ما حنشوف. تمام، أوكي، خلينا ناخذ اللي هي تيبل اللي وراها اللي هو 12. هتشوفوا في كل بيلت سيكشن، فانا هي ليتل اي عندي طبعا حسب الشيف بيتش دايمتر. هون بنقول البيلت سبيد، فهذا كله الحكي is a function of the belt speed. يعني هذه حتعطيني الهورس باور ريتنجز اوف ذا ستاندرد في بيلتس. يعني الاطوال اللي شفناها سابقا هاي مش كلها او sizes، هون عندنا يعني different. شوفوا the sheave diameter كان 2.6 والسرعة البلت حسب سرعة الدوران، فال V in feet per minute كانت 0.47. هذه او عفوا هذه كانت اللي هي الالف الف foot per minute. في الارقام حكينا انه الارقام هاي in feet per minute بتكون ايش مانجبل، يعني في 1000 في 2000 3000 4000 5000، عشان هيك استعملوها as foot per minute مش مثلا foot per second. اوكي، بالتالي هون بيطلع انه الهورس باور 0.47. اذا السرعه زادت نفس البلت هذا يعطيني ممكن it can transmit 0.62 هورس باور. اوكي، اذا وصل 3000 foot per minute، لاحظوا بدت هاي تقل. إذا 4000 قلت كتير، إذا 5000 هاي بنقول إيش زيرو باور. ليش؟ لأنه هون السنتريفيكال فورسز تبدأ تو أكت. السنتريفيكال فورسز بتبعد البلت عن هاي، بطل الفريكشن هاي، هذا بصير في عن سليبينج. أوكي، فإذا هون هاي مهمة جدا هذا التيبل، إنه أنا أعرف اي بلت سكشن اي شيف بيتش دايمتر وايش هي سرعه البلت حسب الار بي ام تبع البولي. واحده منهم طبعا عاده هي راكبه على الموتور،
فبتعطيني اللي هو الريبيلد سبيد ان فيت بير مينت، وبالتالي هاي بتحدد الباور. اذا هون الباور كيرف هذا بيكون صغير بعدين بيكبر بعدين بيعود يصغر يصغر الى انه يختفي. يعني you cannot really generate power عند 5000 foot per minute. Okay. لو أخذنا اللي وراه اللي هو شيف بيتش مثلا كان 3 السرعة كانت 1000 يعطيني 0.66 horse power. زيد السرعة 2000 على نفس الفي بيلت نفس البولي يعطيني 1 horse power. بعدين بوصل عند 3000 1.12 أي ماكسيموم باور، وهون عند 4000 يعطيني 0.93 بدأ يقل، وعند 5000 يعني 0.38. فأكيد أنا يعني هون ما بلجأ إلى اللي هو السايز اي هذا أوكي، لازم أروح لإشي تاني إذا بدي أوكي. وهكذا زي ما إحنا شفنا كل ما كبرت الهاي أوكي. لاحظوا هون كمان 5 and up برضو بتلاحظوا الـ يعني الزيادة هون في الهورس باور مضطردة اوكي، ما عدا هون اخر اشي عم بتقل شوي اوكي. فهي هذا تيبل يعني مهم برضو الحياة العملية، مهم جدا انه هذا التستنج يعني كله هذا نتيجة تستنج. There is no theoretical background اللي طلعت الأرقام هاي. Okay. Class B نفس الإشي كله بتمشي عليه، هاي 1.58 horsepower 1.68 بعدين بدأ ينزل، شوف الآخر 0.22 يعني ولا إشي. Okay. يعني بدي أنقل أنا 1.5 horsepower ما بصيرش أشغله عند ال 5000 foot per minute هاي. وهكذا الآن سي نفس الحكي okay. شوف الباور يعني اللي بنقلها، طبعا تقارن في السي كلاس عندنا يعني ماكسيموم باور بنطلع عليها هون حتوصل مثلا 9.5 تقريبا اوكي okay. على سرعة أعلى تنزل أو تطلع على 10.9 هذه، بعدين إيش كمان 11.1 هون بالنسبة لهذا صار عندي يعني growth يعني عمال موجود، لأنه يعني centrifugal forces they are not affecting the friction اللي بيحصل okay. بس كل هذه experimental values يعني you cannot say ليش وليش وإشي، يعني ممكن تحاول تفسرها لكن يعني you need to use it okay. في ناس يعني تعبوا حالهم واشتغلوها هذه تيستس وشي واكتشوال فيجرز هاي اوكي. شوف مثلا هذا دي عند بالسرعة هوني هذا مثلا طلع 1.35 اجين ليش يعني كان هون وصل 6.5 حصان اوكي بعدين نزل لخمسة بعدين فجأة نزل لدروب ل 1.35 اوكي. ف يعني في اشياء غريبة احيانا ممكن تحصل، بس هاي لأنها نتائج experiments we take it يعني for granted خلاص okay. طبعا هون size E تشوفوا يعني ال horsepower again يعني تكون بالعشرات يعني مثلا هون هي 37 39 حوالي 40 horsepower يعني، فمش بعيد انكم تشوفوا دائما أكثر من one belt. فإذا عندك مثلا 2 belts واستعملت اللي هو سايز اي هذا توقع انه ممكن يوصل عندك 40 يعني هورس باور في 2 يعني ممكن يوصل ل 80 هورس باور ينقل اوكي. طيب ماشي اذا هون نيجي لهذا هلا الانجل اوف راب هذه كوركشن فاكتور كل هاي تيبل 13 اند 14 اوكي اللي هم هون الـ angle of contact correction factor okay. ليش هيك هذي okay. الـ angle of wrap
نشوفها هون. هون نيجي بنحسب احنا اللي هي الكابيتال دي ماينس سمول دي على السنتر ديستانس سي. يعطيني رقم مثلا، طلع لي والله مثلا واحد، بتطلع على اللي هي الثيتا، قديش ثيتا؟ طبعا ثيتا احنا بنعرف كيف نحسبها، عندنا الفورمولا تبعها، اجين تعتمد على كابيتال دي وسمول دي وسنتر ديستانس، فبتطلع معانا مثلا 120 نفرض. اوكي، الحاله هاي لاحظوا هذه ما يقول لك في في اند في فلات درايفز، بتشوف انه هون هذا ممكن يستعمل اللي هو زي تو بيلتس. اوكي، بينما هون استعمل ايش؟ 1 بيلت. اوكي اوكي هلا كل يعني تيبل هذا لازم الواحد يقرا التفاصيل اللي فيه، يعني وين جايبينه. اوكي اوكي لاحظوا مثلا في هذه يعني بيعطيني اللي هي الفاكتور حيطلع 1، بينما اذا كان سنجل يعني في بيعطيني 0.75. اوكي وهكذا دائما الفي في حتعطي اكثر، ان فاكتور بيطلع اكبر. بس هون طبعا كل ما زاد الرقم، مثلا طالع عندي هون كل ما قلت الزاوية ثيتا، ما تقل الزاوية ثيتا لاحظوا ايش حصل الفاكتور هذا اللي هو الكي 1. اوكي angle of contact correction factor عمال بقل. اوكي كل ما قلت الزاوية، يعني هون مثلا 180 ماخذينه اللي هو ستاندرد اللي هو واحد مثلا، هون 1.75 فبضل ينزل، يعني سواء بال 1 هاي هون او الهاي اللي هون بضل يقل كل ما قلت اللي هي الزاوية اللي هي الانجل اوف راب. طبعا الانجل اوف راب بتعتمد على كابيتال دي مع سمول دي، الريشيو بينهم. اوكي مع السنتر ديستانس. اوكي كير فيت فور ذا في في كولوم از ان تيرمز اوف ثيتا is K1. هذا حتى معطيك اللي هو الكير فيت، يعني اذا في عندك اشي ان بتوين الفاليوز هاي. اوكي معطيك الرينج كمان بين 90 درجة و 180 درجة. اوكي اوكي الان البلت لينث كوركشن فاكتور اللي هو الكي 2، هذا اجين عندنا نومينال بلت لينث سايز عندي A وفي B و C و D و E. فلو خدنا سايز A قول لي length factor up to nominal belt length كان لغاية 35 inch، يكون length factor 0.85. اوكي امتى بصير هذا مثلا 1؟ مثلا بالرينج هذا اللي هي بين 60 و 75. هذا بيدلك انه التستينج كان هون عند ما بين يعني البلس اللي استعملوها أطواله ما بين 60 و 75 إنش. اوكي فبيعطيني هون البلس there is no length correction factor، فهون ممكن يقل إذا طلعنا عنه لبوينت حتى يوصل 0.85، هون ممكن يزيد إذا زاد عن اللي هو إيش عن الطول هذا فوصل 1.2. اوكي وهذا بتكرر لكل نوع من انواع البلتس، سواء ال A وال B C D E بالشكل هذا. نيجي الان نرجع لموضوع اللي هي السيرفيس فاكتور والهاي، نشوفها كيف هاي. I think بدنا نمشي هيك احنا. اوكي الجزء هذا بيختص باللي هو ايش؟ اللي هو الديزاين باور. اوكي الديزاين باور يعني انا بدي certain power to drive my application. تمام هاي بنسميها ديزاين باور اتش دي. اوكي طيب هاي اوكي اذا عندي انا النومينال باور اللي بشتغل عليها، فهون النومينال باور هاي كان بي موديفايد باي اللي هي بنسميها سيرفيس فاكتور كي اس
و design factor اللي هو عندي. اوكي يعني هون ال design power, let's say هاي الابليكيشن end of the of the build drive. اوكي انه انا والله بحتاج مثلا يكون عندي nominal power مثلا 10 هورس باور, وبدنا نشوف ايش هو السيرفيس فاكتور هذا. اوكي وبعدين اللي هو ديزاين فاكتور. ديزاين فاكتور عارفينه, this looks like design of safety, factor of safety هون. اوكي فالان بدنا نحسب هاي simply, بختار انا ال ND عادة based on experience و type of environment الاخري يعني بختارها الواحد, واحد ونص اثنين. وفي اللي هي السيرفيس فاكتور. شو السيرفيس فاكتور؟ ليتس جو لتيبل 17 15, هو هذا هيك تيبل 17 15. اللي هو هون هذا, هذا طبعا احنا مرينا بشيء زي هيك في بالنسبه للجيرز. فديس ار سجستد سيرفيس فاكتورز كي اس فور ا ريبيلت درايف. اوكي again هون في عندي source of power ايش بدها تكون, هل هو موتور كهربائي ولا موتور بنزين. موتور بنزين بده يكون two stroke, four stroke, single cylinder, multi cylinder. okay هذا مهم جدا الواحد يعني يعرف يختار هون. okay طبعا احنا we are looking هون على source of power وال الرانك او الكواليتي اوف الباور. اوكي طيب هلا الدريفن ماشينري اذا عندي خلاط والله انا بسيط, هذا ممكن يكون يونيفورم. اوكي يعني باور كونسومشن هون تكون يونيفورم, يعني واحد بيخلط زي يعني ايش بدي اقول, بتخلط يعني مش عجين لسه, يعني بتخلط بودره مع مي مثلا ولا شيء. اوكي هذا تكون more or less uniform. الآن is the source of power هون normal torque characteristics. بدنا نطلع على هون normal torque characteristics تبع الانجن أو الموتور. هذا ممكن يكون من 1 إلى 1.2. okay إذا كان normal, إذا كان normal torque characteristics هيك, وإذا كانت high تراوح ما بين 1.1 إلى 1.3. Okay. هلا إذا عندي light shock, light shock يعني هون بدأ إنه والله ممكن في كسارة رحونة فيها شوية إيش يعني مقاومة متقطعة هيك, فبسميها light shock. والموتور هذا source of power كان almost يعني تقريبا 1.1 إلى 1.3. okay. نأخذها. وإذا كان عندي high or non-uniform torque متقطع ممكن ناخذها من 1.2 إلى 1.4. نفس الشيء medium shock okay بتروح لايش ما بين 1.2 إلى 1.4 و 1.4 إلى 1.6 إذا كان source of power يعني high non-uniform torque. وإذا كان عندي heavy shock طبعا هاي حتلاقيها بتوصل هون يمكن ل 1.8. اوكي هون 1.5 هناك 1.8. اوكي فهذه اللي هي الـ KS. عندي ND فإذا بنقول انه والله الـ اوكي بنقول انه design power اللي هي HD هي ال H nominal مضروبة في KS في ND. okay. مثلا والله 10 horse power ممكن تصير ايش, لاحظوا ال KS دائما اعلى من واحد و ND اكيد اعلى من واحد, فممكن اذا والله عندي requirements كانت مثلا 10 horse power لما بحط ال KS وال ND بيطلع عندي ال يعني ال HD بتطلع ممكن 15 horse power. okay. الآن بدي أحدد أنا الـ number of belts اللي تلزمني من category معين A or B or C or D or E. okay.
نقسم اللي هي ال HDI على HA اللي هي الـAllowable Power of the Belt. Okay. يعني كل بيلت إذا اخترته أنا أكون عارف أنا ال HA تبعه واللي هي جاي من H tabulated مضروبة في K1 K2، وبكون حسبت HD لي design power، وبالتالي design power مقسومة على ال allowable power بتعطيني اللي هي number of belts. okay. فهون بقول لك والله أنا ممكن أخذ 2، ممكن أخذ 3. okay. simply by يعني dividing HD HA. and this must be an integer طبعا، يعني مش معقول استعمل 2.5 belts أو 1.5 belts. okay. فإذا هون على طول بناخذ ايش اللي هو next higher integer. يعني طلع عندي 1.8 على طول باخذ 2 belts، طلع عندي 2.5 باخذ 3 belts وهكذا. okay. اوكي، فهاي اللي بتحصل عندي so far. ماشي، هون في example 10 horsepower اللي هي 7.5 تقريبا كيلو وات electric motor. okay. electric motor معناها هذا uniform. okay. uniform source of power. ال RPM 1750 RPM. drives a rotary pump 24 hours per day. okay. طبعا 24 ساعة في اليوم، هاي يعني تضلها شغالة معناها تكون فيها شوية ايش reliability. والبمب سبيد اعطاني اياها 1175. okay. يعني هون بصير ريدكشن في السبيد من 1750 ل 1175، فالريشيو هاي بتعطيني على طول اللي هو البيلت سايز. بس بقول لي هون لاحظوا، هاي this is a design problem where the belt pulley drive is to be used. تمام. Center distance should be less than 44 inches. يعني أنا I'm limited ب 44 inch، بس أنا ممكن يعني space اللي بدنا نحط فيه ال setup هذا بتوصلش 44 inch، ممكن يكون طلع 40، 41، 42، 43. okay. يعني 44 is the limit، فدائما ناخذها أقل من هيك، ممكن تكون 42. okay. فهاي إحنا إيش بناخذ سي 42. okay. طيب الآن service factor، طبعا نشوف كل ال KS وال K1 K2 هذول اللي شفناهم بالشكل هذا. ف KS طلع عندي ايش 1.2 إلى 1.3. اوكي. طيب this is medium power 10 horse power. يعني إذا الوضع زي هيك، أنا بختار اللي هو مثلا ال B type V belts. اوكي. recommended. هون نيجي بنفرض انه والله كابيتال دي مثلا 11 انش، وسي قلنا 42 انشز. ال اتش دي هي سمبلي كي اس تايمز اتش، اللي هي اصطلحت 1.3 اقصى قيمه يعني في 10، وبتعطيني 13 هورس باور. هاي اللي هي اتش دي اللي هي يعني required من ناحية الابليكيشن. اوكي. طيب الراتيو سمول دي على كابيتال دي طبعا اللي هي 1175 ل 1750 طلع 0.67، وبالتالي بيطلع عندي سمول دايمتر هذا 0.67 في 11 بيطلع 7.4 انشز. طبعا الارقام بين قوسين حاططها اللي هي ايش؟ اللي هي السنتيمتر. الآن الطول طبعا هذا اللي هو الانسايد ال بي، هذا pitch length عفوا بدلالة center distance وكابيتال دي وسمول دي، بيطلع 113 ايش انش. طبعا 113 قريبة كتير على أقرب اشي لها اللي هو 112. اوكي. مستعمل 112. طبعا ليش ما اخدتش انا الأكبر منها؟ إذا أخذت الأكبر منها ممكن بدي أحتاج إلى يعني سبيس أكثر، يطلع عندي هذا الأكثر من 44 إنش، فلا أنا باخذ اللي هو جاست يعني بيفور، لأنه هون في يعني ديزاين فاكتور وشيء يعني
بهلها، بعدين 1 انش من بالمية اقل من 1% يعني الاختلاف. فهون انا اوكي بخالف القاعدة هذيك انه دائما اطلع نط النكست هاير وان، باخذ اللي هي يعني اقرب ما يكون إلها within limits. نحسب V منها، طلع عندي 3390 foot per minute. اوكي نروح على التابل، بدها هون شوية interpolation عشان نشوف انه ال H tabulated بالنسبة للي هو B 112 يطلع عندي اللي هو 4.66 horsepower. اوكي الآن ال K1 تطلع 0.99 واللي تقريبا واحد، وكي 2 1.05 يعني حاصل ضربهم هون بده يكون قريب من الواحد. اوكي فبنقول ال H allowable هاي دي 0.99 K1 في 1.05 اوكي في 4.66 تعطيني 4.84، هاي اللي هي ال allowable power في البلت. الآن number of belts على طول نقول HD على HA، طلع عندي 13 على 4.84 by 2.7، إذا هون ناخذ اللي هو ايش 3 بيلز، فهذا معتاد يعني مش غلط انه ناخذ مالتي بيلت سيستم يعني. اوكي طيب اي سؤال هون؟ تمام okay then let's try and go okay here the 15 minutes I have that PQR to go on okay rest the roller chain okay should be here. اوكي في هون تابع طبعا للهاي اللي هي التايمينج بيلت، بس حتاخذوا عنه فكره يعني التايمينج بيلتس definitely are much more expensive than regular V belts okay or flat belts or round belts، غالي كثير يعني. اوكي استعملوهم وين؟ قلنا الاي سي انجن كنترول ذا انتيك اند اكزوست فالفز فور كوايت اوبريشن. Okay. هذا شكل البولي تبع التايمينج بيلت، شايفين الأسنان تبعها، بس هذا هو التايمينج بيلت وهذه هي اللي هي البولي. اوكي طبعا made from elastic materials والبولي is machined on a milling machine زي الجيرز تماما. اوكي لكن الكتر تبعها بتختلف لأنه هون يعني الأسنان شكلها غير. هون ما عندي اي useful friction يعني زي البلث العادية لانه الاسنان هي اللي بتنقل. Okay. Only interference and interaction اللي بيشتغلوا. هلا هدول they come in standards كمان، فبنعملهم standard pitches of timing belts are listed in table 18 as below. وين هو؟ بشوف السيرفيس هاي. السيرفيس بيعتمد على الانجن باور basically يعني. تتراوح من الصغير pitch يكون صغير مليمتر إلى كبير. okay. هاي نسميها مثلا أول نوع هذا اللي هو extra light XL، يعني هو خلاص هذا XL وفي في heavy H في extra heavy في double extra heavy XXH. okay. هذول يعطيك هذا، فالpitches تبعهم هذول ما بين 5 مليمتر إلى طبعا الثاني اللي هو 10 مليمتر، هذه اللي هي البيتش. البيتش نفس التعريف تبع الجيرز يعني. اوكي و 12 مليمتر اللي وراها، بعدين 22، بعدين 30، يعني بين السن والسن هون في عندي 30 سنتي 30 ملي يعني 3 سنتي. اوكي هذا بالنسبة للي هو التايمينج بيلت. التايمينج بيلت إذا فرط هذا بده تغيير، ما في فائدة يعني. اوكي طيب هون في recommended problems لكم على chapter 17. على البيلتس في عنا مسألة 2 4 8 10 18 22
ولسه رولر تشينز والواير روبس برضو هذول يعني في فيش مسائل كتير عليهم، بس anyway هاي مسألتين برضو recommended، والواير روبس كمان حيكون مسألتين. اوكي راح ايوه تمام. اوكي نيجي نعطي مقدمة على رولر تشينز ونكملها المرة الجاية most likely. رولر تشين هاي بتكون عادة يعني هو الجنزير مع المسنن اللي هو مصمم خصيصا للجنزير. اوكي طبعا تطبيقاته الأساسية اللي هي باور ترانسميشن، لأنه هذا بيقدر ينقل باور عالية and it can last يعني بيعيش كتير بشكل عام، وبيعطي كمان exact speed ratios عشان زي التايمينج بيلت مثلا، عشان هيك بعض السيارات فيها تايمينج بيلت وبعض السيارات فيها ايش رولر تشين مع سبروكت درايف. الرولر تشين هذا بيعيش كتير بس هو نويزي فقط، يعني مشكلته الأساسية اللي هي النويز. أما هو بيكون لوبريكيتد بنفس زيت التزييت تبع المحرك. اوكي المهم هاي هون عندي اللي مبين هون اللي هو دبل تشين، يعني هون اوكي هاي تشين وهاي تشين هذول دبل بس مربوطين مع بعض. هلا كل تشين نسميها ستراند، هاي ستراند اوكي، فهاي زي تو ستراند عندي هون انا اوكي، هاي تو ستراند جنزيرين مربوطين ببعض بيطلعوا من مصنع هيك يعني بصنعهم هذا دبل ستراند، وفي كمان اكثر من هيك تريبل ستراند كوادربل ستراند. اوكي يعني هاي بيوفروا شويه فيها من سبيس يعني على كل حال. المهم هاي مكونه طبعا من رولر اوكي، هاي بنشوفها هون هذه اللي هي رولر، هاي عباره عن زي يعني اوكي سلندريكال شيل هاي بتكون، وهاي بتركب على هون في بن بكون عندي اوكي بن، وهذا طبعا منظره من هون هيك اوكي، هذا اللي هو البن. فهاي رولر ات كان رول يعني بكون ممكن تلف تمام اوكي. بعدين هدول نسميهم سايد بليتس اللي هون، هدول اللي هون هدول سايد بليتس، هذه المسافة بين التنين نسميها الويدث بالشكل هذا، والمسافة هاي من هون اللي هي البيتش تشبه التايمينج بيلت يعني نفس اللي هو البيتش لينير بيتش هيك. اوكي اذا هاي من البيسك فيتشرز الها اللي هي الكونستانت سبيد ريشيو، وهاي نو سليبج اور كريب صل فيها ابدا. طبعا الكريب هاي يمكن احنا ما ذكرناهاش، بس الكريب اللي ممكن يحصل في انا مره ذكرت انه بجوز الاولد بيلتس نتيجه كمان حراره وستريسد وتنشن والاخره ممكن يستطيل. اوكي ممكن يستطيل هذا البلت اللي هو معمول من ربر او الاستمر او هيك شيء يعني مواد صناعيه هاي ات مايت كريب، فاذا كريب يصير عندي ايش زياده في طول البلت يعني. اوكي والميزه كمان الثانيه اللي هي لونج لايف اوكي از اوبوز تو تايمينج بيلت. تايمينج بيلت له عمر 70 80 90 الف كيلو اذا السياره ماشيه، وممكن اقل حتى من هيك يعني حسب الاستخدام. ability to drive a number of shafts from one source، الميزه فيه هذا كمان هي ability to drive a number of shafts from one source، يعني هاي ممكن يكون عندي انا كذا كذا سبروكت نرسم مثلا سبروكت هذول هيك هاي وان سبروكت عليها مثلا موتور، واحدة تانية هون ممكن تكون كمان هاي سبروكت كمان واحدة هون كمان سبروكت. اوكي ممكن هذا يكون عليهم جنزير واحد هذول، بعدين مجرد ما تشغل انت الموتر على هون على طول بشغل هذول الاثنين simultaneously مع نفس الوقت يعني. اوكي اوكي الان هذول
again roller chains برضو هاي standardized، برضو standardized تشبه البيلتس هاي باي الانسي، وهاي في لهم تيبل هنشوفه. اوكي طبعا يعني كل رولر تشين في لها الكورسبوندينج ايش سبروكت. احنا هون احنا دائما هاي رولر تشين مع سبروكت، هذول they go hand in hand مع بعض. اوكي بصيرش استعمل سبروكت مختلفة لرولر تشين، يعني لازم اللي تركب عليها تماما. وشكل هذا حنحكي عنها المرة الجاي، بس هون في عندي أنا pitch اللي هي linear center distance between the centers of the rollers، هذه اللي هي pitch. اوكي فهي بتعطيني فكرة عن size تبع الرولر تشين. اوكي ال width again اللي هو ارتفاع الرولر هاي، اللي هي space between the inner side plates. قلنا يعني تاكسبس اللي هو عشان الرولر تكون بالشكل هذا هيك، وهي كمان رولر تاني بس السايد بليت تكون بالشكل هذا هيك، يعني ما هيش ريكتانجولر ولا هذا، لا سبيشال شيب. وهدول عادة طبعا هاي مكابس بتعملها، بتعمل يعني ماس برودكشن لارج نمبر. اوكي هلا لو جيت انا بدي اصنع رولر تشين حتكلفني يعني مبالغ طائلة. اوكي اما المصنع اللي بيصنعها يعني بيصنعها بالكميات هائله. اوكي لانه هاي سبيشالايزد ماشينز، هي بتطلع لي كان الرولرز ولا البنز ولا السايد بليتس، وبعدين بتجمعوا وبعدين هذا بنباع بالمتر. اوكي بامكانك تروح انك تشتري تشتري رولر تشين بالمتر. اوكي وهدول مصنعين also as single or double or triple and quadruple strands. اوكي for high power، بدي انا high power limited space واستعمل اللي هم هدول. اوكي برضو مميزاتها انه we use them on horizontal shafts زي مثلا بسكليت او موتور سايكل، والسبب انه ما بناخدش احنا vertical shaft، ويت تبعهم ويت تبعهم كبير، في خوف انه يفك. اوكي يعني هذا بكونش مشدود كتير. اوكي يكون يعني barely enough. يعني هلا المودس اوف فيلير هتكون اللي هي الوير اوف رولرز اون بينز، او فاتيج اوف رولرز سيرفيسز، او فاتيج اوف بليتس، بس هذه رير. يعني فاتيج اوف بليتس البليت هاي بتعيش يعني ما مصممة كويس، بس هو الوير تأكل of rollers on pins. يعني هون ممكن الرولر هاي تأكل من الداخل ومن الخارج ممكن طبعا يعني lubrication كان سيء، وممكن تصير هاي thin. اوكي وبالتالي ممكن هاي تلاقيها انكسرت جزئين في النهاية. اوكي أو fatigue of roller surface زي حكاية الجيرز، إنه السطح تبع الرولرز هاي لأنه بيجي عليها ضغط من السبروكت كما حنشوف، فبتولد اللي هو هذا. أوكي طيب أنا هون بدي أتوقف، المرة الجاية إن شاء الله يوم الأحد بنكمل، وزي ما حكينا لكم نعطيكم كويز بحدد لكم أنا الوقت، إذا عندكم preferred time احكوا لي أنا ما عندي مشكلة، يعني إلى اليوم بكرة ممكن أبعث لكم المسج يعني فيها. أوكي الأحد إن شاء الله آخر محاضرة. ما في مشكلة دكتور، أيوة بس إذا ممكن تنزل السلايدات لأن مش موجود غير الشابتر 10 للأسف. طيب إن شاء الله ماشي، لانه انا مسجل معظم الليكتشرز هذول بتتسجل، ما اعرفش انتو مش كتير نشيطين في هالشغله. على كل حال اي ديسكارد، معلش عشان عندي محاضره تانية.
to move فهون هاي اوكي ماشي الحال اوكي كويس يظن يوسف تمام يعطيكم العافية.